السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. والنهاردة بإذن الله نعمل مكرونة المكمورة مع بعض من غير ما نسلقها. هي اسمها مكرونة مكمورة. أول حاجة بجيب زيت، بحط حبة زيت حلوين كده على حسب الكمية اللي أنا هعملها. طبعا أنا حطيت كمية الزيت دي على كيس مكرونة واحد. بعد ما حطيت الزيت أسيبه يسخن شوية كده، وهنزل عليه فصين ثوم اصفرهم في الحله. هو المفروض ان احنا لما نعملها ان احنا نحط الميه تغلي الاول، بعد ما نحط الثوم وبعدين نحط المكرونه. بس احنا هنحط المكرونه علشان نتعلمها ان هي ازاي ما تعجنش مننا. هصفر الثوم كده. طبعا يا جماعه الثوم ده اختياري، ممكن في ناس ما بتحبش الثوم. وانا عامله صلصه مسبكاها في الثلاجه جاهزه، لازم اخد الصفاره شويه. هاخد منها معلقتين او ثلاثه. واجيب عليها معلقه صلصه بتاعت المحلات، موجودة أو مش موجودة اوريدي عادي. أجيب نص معلقة ملح، ربع معلقة كمون، وربع معلقة كزبرة، وأقلبهم في الخليط كله مع بعض. تمام. المفروض ان انا قبل ده احط الميه بعدها، بس انا هحط المكرونه وشويه كده فيها احطها فيها الاول علشان نعرف مقدار الميه اللي لسه يعني هيعملوها، مقدار الميه اللي هي تنحط على المكرونه. طبعا يا جماعه عشان المكرونه دي ما تطلعش معجنه لازم الميه تغطيها بس، ولا نزود ولا نكثر كده. ونجاح المكرونه ما تطلعش متعجنه ان الميه تبقى مغليه. انا غليت ميه وحطيتها عليها، يعني اللي على المكرونه دي ميه مغليه. هسيبها على النار العاليه دي شويه كده، اللي هي النار دي. شفت الميه بتاعتها مغطيه، يا دوبك مغطيها. هسيبها، انا مش هقفل الفيديو عشان نتابع تسويتها مع بعض. هسيبها على النار العاليه دي كده لمده 5 دقائق 4 دقائق مثلا، او لحد ما تشرب ميتها شويه. نشوفه مع بعض هنكمل فرن ازاي ان شاء الله، مش هنطول في الفيديو باذن الله. والمكرونه لازم نقلبها كده، واغطي تاني. شايفين ازاي؟ نقلبها مره ومرتين مع بعض كده برضو. شايفين شكلها جميل والريحه جميلة جدا. ممكن بقى ايه نطعمها، نجيب كده نص معلقة سمنة بلدي، ونقلبها برضو كده. بعد كده خلاص المكرونه لسه فيها الميه بتاعتها، واروح جايه موطيه عليها خالص خالص كده. انا وطيت عليها وهسيبها تستوي براحتها، وهقلبها برده مره كمان، واسيبها على النار الهاديه دي خالص لحد ما تستوي. ودلوقتي كده انا وطيت عليها. بعد ما وطيت عليها طبعا شايفين بقلبها مره تانيه.
يعني المكرونه ما فيهاش حاجه لما تتقلب. احنا قلنا الخطوتين ان هي تبقى طالعه ناجحه ان الميه تبقى سخنه، وبعد الخطوه الثانيه ان هي بعد ما تغلي شويه كده بوطي عليها النار خالص واقلبها. اي حاجه بيكون فيها صلصه سواء حتى لو رز صياديه مثلا اللي احنا بنعمله لازم يتقلب، المكرونه لازم تتقلب، وهنسيبها بقى بتستوي براحتها خالص بعد كده. كده خلاص المكرونه استوت، هي قعدت نص ساعه، وطبعا حسب نوع المكرونه اللي معاها ممكن تقعد اقل من كده ممكن تقعد اكتر من كده. رائعة، طعمها خرافة. اتمنى تجربوا الطريقة دي يا جماعة هتعجبكم جدا. نيجي بقى نقدمها مع بعض ان شاء الله. هقفل بقى عليها واقلبها كده. وخلاص المكرونة استوت، شايفين الحبة بحبتها ولا معجنة ولا اي حاجة، جميلة بصراحة يا جماعة جميلة. اتمنى انكم تجربوا الوصفة دي ومريحة جدا، ولو عجبتكم ما تنسوش لايك شير واشتراك للقناة، ولا اله الا الله.